هاد الراجل رزاني في بنتي وبغيت يشد اشد العقوبات، ماشي حيت لاباس عليه ولا عنده الفلوس ما خصوش يتحكم. حنا في بلاد القانون، بلاد الحق، فاش كاينين؟ وهادشي اللي كنطلب، اللي عنده شي كلب يربيه، اللي عنده شي كلب يدير لي جميع اللوازم ديالو. حنا ما قلناش الناس حيدوا الكلاب ولا قطعوهم ولا، اللي عنده شي كلب يربيه. وهاد السيد هادشي اللي كنطالب انا هي اقصى عقوبه لي، هادشي هو اللي كنطالب به. تعيطوا لي قال لي بنتك كنسمع مهورك خا واخا الرقم ماشي ديال ماما. ايمان عندها كلب، ايمان الكلب، ايمان عندها الكلب. صافي فقدت الوعي ديالي، بجيت كنجري بواحد السرعه غير عاديه، توقفت لقيت الساكنه كل مجموعه، كل مجموعه هنا كلها دايره الناس. بنتي الدم ديالها دايز كيطيح، وجهها مفتوح، واحد الحاله ديك البنيه حاله غير معقوله، حاله ديال الحيوانات المفترسه، بحال ساكنين حنا في غابه. وصلت ما عندي ما ندير، هزيت بنتي ويتها مشيت بها كنجري. السبيطار ديال الجامعه، من السبيطار ديال الجامعه ديتها الرازي برشيد، الجامعه عيطوا لي ديتها لسميتو عليه، عيطوا لينا الامبيلونس، دينا العشرين غشت وصافي. بداو معنا في الاسعافات الاوليه ديالها، والله كان راه ثلاث سوايع بنتي وهي كتنزف ولا ساعتين ونص، لا ما خفت نقلب. وهي كتسنى حيت ما لقيناش حنا سميتو عليه فين نحطوها. المستعجلات فيها جوج ديال الكراسه، جوج ديال البياسات فين يبدلوا الناس وفين ينعسوا الناس، و30 ولا 40 واقفه كتسنى، وكاين اللي حالته خطيره، الدم كيدير هاه، وبنتي دمها كيدير هاه، كينزل. وكنتسنى وقال لك صبر تتحيد هذه، وانا كنطربوا في الناس اختي واخويا، وشوف وجهي انا واختي وشوف راسي وكي غدير لها. يلا تسنى شد نوبه، مالك ما عندناش بياسات، مالك ما عندنا ما نديروا لك، حنا ما كاينش بياسات. المهم وصلنا عندهم ودخلنا لداخل باش يغسلوا لي داك الدم ويجمعوا يحزموا بواحد المشقه لا حول ولا قوه الا بالله. عاد باش تكلفوا جراو وهزوا، بداو مسحوا ليها غسلوا ليها جمعوا ليها شي لعيبات. قال لك وسير دابا دي الباستور باش دوق لي باري ديالها، دينا الباستور دقينا لها البراوات. روحت في العشيه جيت بها للدار، غد لي نفس القصة تاني، رجعت للمستعجلات 20 غش، بقيت كنتسنى 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 وانا نطيح في حد طبيب. واحد ولد الناس عطاه لي الله واعطاه الايمان، سبحان الله، بحال داك يعني دوك الناس دوك الاخلاق النبيله قلال. وحق الله العظيم الى وقف بحال الوقفه مع بنتي، يعني على داك الشيء اللي قدر عليه هو، ما راه مسكين ما خدامش وكيجي على قبل عيدها ويلها. واليوم بنتي انا مشات فين ان شاء الله وسالينا من هاد القصه وسالينا، خايفين تكرر مره اخرى. دابا انا بنتي مشات ماتت، اش غادي تعطيني فلوس؟ انا عاودك في بنتك، اش غادي تعطيني بنتي؟ بنتي انا راه بغيتها كما هي، بنتي راه كان عندها حلم وطموح كبير، داكشي اللي كنشوف فيه انا وداك العيشه اللي كتعيش انا وداك اللعب وداك الخرجات اللي كنخرجها وكندير الالعاب، وانت باش غتعوضهم لي تبر بعاد ريال ديالك؟ اش باغي تجيب لي؟ اش بغيت دير لي؟ ما عندك ما دير لي، وراه خايفين، راه مازال عندنا الناس تما، راه عرام ديال لاغو راه هاديع، راه بوليداتهم الناس قدام ديورهم تما كيلعبوا قدام الدار، وانت كاسب الوحوش من ليه؟ ايوا الغد لي تاني ولا بعدو وقع تاني نفس المشكل، اش غتقول له؟ حق انا راه عندي راه حيوان، اش غندير ليه؟ راه ما يمكنش، حيوان راه مسؤوليه تحتك، مسؤوليه تحتك. يعني واخا تبغى تبرع راه هو دابا هو اشنو دار؟ وبغى يطلع من المسؤوليه، قال لك انا عندي غير جوج، وجوج ما دار لهم لي فاكسه، ما دار لهم الجلبه ديالهم حتى نهار 18، وبنتي معضوضه نهار 3 في 1، هو ما دارها حتى نهار 18. يلا وصلنا تاني لهادشي، والكربه الاخرى انكرها قال لك ماشي ديالو، وانا كنت كنشوفها بهاد العين اللي غادي ياكل الدود مربوطه قدام الباب. سولان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الاول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم اثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل احدث العلاجات الصحيه في الوقت الراهن. لقد قمنا باضافه نعت صحي اعتمادا على احد علاجات القدم الشهيره وهي ريفلكسولوجي. سولان سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي. نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق، لا رائحة كريهة. مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية،
فتساعد على تحسين جودة النوم. العياقة على القدم مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط. حصرياً على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.